أسعد مصطفى حمودي، مواليد 1928، من سحماتة قضاء عكا. سحماتة بلد مش يعني مش سهل تيجي من ترشيحة ولا الشرق. مساحتها أرضها وسعة كثير، بس عدد سكانها تقريبا يعني بين 1250 أو 1500، هاي عدد سكانها. كان زراعتها كلها الفلاحة، كان الإنكليز الانتداب البريطاني كان ذابح فلسطين كلها، أساس البلد كله بريطانيا، يعني ما بتخليك تتحرك، أنت عليك تفلح، عندك أرض تفلح تزرع وتجيب القمح والعدس وفول وحمص تأكل، وغير هيك ما إلك شغل، هاي شغلتك بس تتفلح وتأكل وتشرب، ما إلك ولا أي شغل، يعني بخلوكش تتحرك. البلد كانت كلياتها الحارة تحتها والحارة فوقها. ننزل على بيت كون على دار حسين علي في جده لبيك اسمه حسين علي، كان يقعد هو الحج عبد الله، اللي يمرض اللي ينجح يكونوا ياخذوه على، كان في معلي واحد بذكر اسمه القسيس، هيا نطيد هون احمر ما بعرف ايش، يا ينزلوه على عكا. بذكر انا مره مرضت نزلوني على عكا واحد اسمه اردكيان نهريه اسمه اردكيان، صحيح نهريه. بالاول يا سيدي كانت في معاصر، كانت في معصره بالحاره الفوق لدار الحاج حسن، ومعصره بالحاره تحت لدار احمد سعده، لابو حسن احمد سعده ذاكره يمكن ولا لا. وين معصره كمان كانت 36 كنت فريق، كانوا يجوا، كانوا اجوا ثوار، كان واحد يقولوا قائد اسمه الاصبح، واحد ابو حمدان، واحد اسمه ابو خضر، هذول القواد والثوار، كل 10 15 واحد يجوا على الخيل لابسين جزامي ويعملوا لنا اكل، يعملوا الناس اكل على قد حاله، ويطلعوا يتخبوا بجبال. هذا الاصبح اوسوه منطقه فوق خل الدراج بالجرودي اسمه جرودي، طوقوا الانكليز هناك واوسوه. استفضل بشيء، صاروا يغنوا له يوميتا وقت قتلوه بالجرودي، الاصبح يا الاصبح يا مات شهيدي، طوقوا العسكر بالجراريدي اسمه جرودي. في وقت من قصفه الطيره انا بكون الدوري، كنت دوري ما بعرف يمكن نواحي قرحاتها، المهم اجى الطيران لفن على البلد، قالوا ان الناس قالت اليهود بدهم يجوا، والناس صارت تهرب، ناس تهرب قدام الناس. اللي بذكر احنا حملنا، كان عندنا اجلنا حماره، كانت ام بيمخذي واحد اسمه كامل خشان، حملنا على الحماره وطلعنا على الارض الشرقيه، في النزتونات بالشبشوب قعدنا فيهم بالاول، ها بجبال الشرق تركنا الزيتون ونفدنا على على المراح، في كانت مغارة هناك اسمه مغارة الهوتي، قعدنا فيها هناك، هذا كل نهار طلعنا هناك، ولا الدبابات تبع الانكليز بر اليهود نفدوا من راس العقبي، قالوا هاي الدبابات نزلت من راس العقبي. يوميتا انا دشرت، امي راحت هي ويا جوزة على البقيعة، وانا ظليت نافذ حياة محمود علي نصرة واخوه عبد الوهاب العطيل، ان كانك داير بالك. طلعنا من المراح، من هوت المراح على خلت الدوالي، على عين الحرفيش، على الحرافشي، لقينا الناس هربان شرارة، عمد عينك والنظر الناس كلها محمل ومشعد، اللي محمل على الحمير، اللي الناس نسوين وولاد، سحبنا ونفدنا على دمشق. انا نفدت لابس كبوت والبارود دشرت هناك مطول لواحد من البقيعة، أذكر اسمه موسى عيشي، كان معي خنجر وكبوت، ما معي كريه، بس كان معي مصاري. وصلنا على رميش، صرنا اجوا لقيت انا واخوالي برميش هناك، قعدنا عند نايمين على ظهر سطوح، والله ما بذكر في حد شو اسمه اصحاب البيت، ولا واحد قالت لها بتنادي، قالت لها يا فريد يا جين بدنا ناخذ الفلسطينيه برميش. قمنا حملنا وطلعنا هربنا، اجينا نفدنا على بنت جبيل ونمنا تحت بنت جبيل، قعدنا بالطع عشان نفدت دار عمي، كنت خاطب كمان، لو كانوا هربانين بكفر سميع اللي خارة هربوا، صرنا تلحق بعضها، يعني هذا الشيء مش بيوم اسبوع، تلحق بعض الناس ونفدت على نفدنا على بنت جبيل، نمنا بالطع 10 12 ليله،
تحتيتين بنت جميل. اجت بوسطات حملونا حطونا بالبرج الشمالي، ما كانت العمارة من الشيك اليوم، كان أرض يعني وعور صخور كلياتها. نصبونا شوادر، قعدنا بالبرج الشمالي كمان بطلع شي يعني شهر ولا اللي هو، وجابوا بوسطات حملونا من البرج الشمالي لبعلبك. قعدنا في بعلبك 15 سنة، بقينا ل63. الإشلي كان إلى الفرنسوية وكانين يحكونا كان فيها بركسات للأتراك، عمار زينكم بس عمار كبير عالي. كثرة الناس بقلب الإشلي ما عادت توسع، يعني الناس كوان مع بعضهم مثل علبة السردين. حملونا جابونا على الرشيدية ودارت الدائرة لهون مثل ما كنت وعية رشيدية. اجوا أول إشي الزوارق من البحر وتهرب الناس من هون، وصلنا للدرجة هاي. يا ريت أظل طيب، يا ريت أظل طيب بس أرجع أشوف. يا ريت أظل طيب بس أرجع أشوف شعبي. لأنه شوف مسقط الرأس ما بنتسى. أنا إسا كل واحد بيقول يعني بس برمي حجر على فلسطين أنا معه، اللي بيمسك حجر وبرمي على فلسطين أنا معه، بقول يا ريت بعدني شهدت.